يعني إذا كان المنطق هو أن المدن المتوسطة حسب الرؤية ديال الوزير السابق ما خصهاش تكون فيها مؤسسات جامعية لأن ما فيهاش البيئة الحاضنة للبحث العلمي وما إلى ذلك، وهذا مبرر على كل حال تم الدفع به بخصوص الموقف من المؤسسات الجامعية، وبعضها منشور في الجريدة الرسمية ورصدت له الاعتمادات المالية. قلنا ممكن يكون هذا منطق، لكن ما خرجت المؤسسات الجامعية ديال تارودانت وديال أكادير وديال بركان وهي مدن متوسطة كسائر المدن الأخرى، طرحت علامة استفهام كبيرة جدا حول تجميد ماشي إلغاء، لأن لحد الساعة هذه المؤسسات لازالت مشهورة في الجريدة الرسمية والاعتمادات ديالها موجودة والاتفاقيات ديال الشراكة والتعاون على مستوى الجهات أيضا موجودة. بالتقديري إذا الوزير الحالي مشى في اتجاه تلبية حاجيات الساكنة من حقها الطبيعي في التعليم الجامعي خاصة الأسر المتوسطة والفقيرة اللي وليداتهم ما يمكنش يجيو للرباط من الخميسات مثلا ولا القنيطرة ولا من سيدي قاسم، وبالتالي خاصة الفتيات كان كذلك شفشاون كان في أحد المعاهد من أروع ما يكون صدقت عليه الجامعة ديال العمال السعدي لأول مرة في واحد نوع من الاندماج ما بين الدراسات التاريخية التراث المغربي الأندلسي والتكوين المهني في مجال يعني التراث المغربي الأندلسي الخشب والخزاف وما إلى ذلك، بالإضافة إلى السياحة. واحد العدد ديال المؤسسات تم المصادقة عليها في مجالس الجامعات وجات اللجنة الوطنية ديال تنسيق التعليم العالي وتم المصادقة عليها ووقعت اتفاقية شراكة وتعاون مع الجهات بشأن التمويل، وعطاوا الناس عطاوا الأرض وأكثر من ذلك أنهم رصدوا ميزانية ديال المساهمة في البناء وفي التجهيز، وهذا الشيء كله وقف. متابعينا مرحبا بكم. حمل التعديل الحكومي الأخير في 23 أكتوبر تعيين شخصية عز الدين بيداوي لمنصب وزير التعليم العالي مكان عبد اللطيف ميرامي. معنا في هذا اللقاء أستاذ خالد الصمدي وزير سابق ورئيس مركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط للتعليق على هذا التعيين. مرحبا بك. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحق على إتاحة الفرصة لإبداء الرأي في ما جرى في التعديل الحكومي بصفة عامة في قطاع أو في منظومة التربية والتكوين العلمي. هل كان منتظر أن الطيف ميراوي وزير التعليم العالي يعني أن يتم تغييره أو إزاحته من المنصب؟ هو في المنطق ديال تنفيذ مقتضيات الإصلاح المفروض أن مثل هذا القطاع ينبغي أن يشهد نوع من الاستقرار، لأن نتائج الإصلاح ما تظهر إلا على المدى المتوسط أحيانا على المدى البعيد، وبالتالي طبيعي هو أن يكون هناك يعني إكمال نقول فترة حكومية من أجل أن نحاكم أو من أجل أن نقيم عمل المسؤول السابق، لكن احيانا تكون بعض المواقف او بعض الملفات ربما يمكن ان تخلق نوع من التوتر في سير طبيعي لقطاع لا يحتمل التوتر اللي هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تستدعي القيام بعملية جراحية إن شئت أن أقول. كان منتظر أو لا؟ لا كان منتظر، كان منتظر بالنظر لهذا الشيء اللي ذكرت، لأنه أحد القطاع ديال التعليم العالي اللي فيه 1,200,000 طالب وفي قطاعات مختلفة ومتعددة، وينبغي أن يدبر بواحد التشاركية موسعة سواء مع الأساتذة أو مع الطلبة أو غيره. شهدنا خلال السنة الماضية وخلال هذه السنة التوتر الذي يعرفه الجميع اللي هو ملف ديال طلبة كلية الطب واللي كيمس 25,000 طالب ومن ورائهم 25,000 أسرة، ويربك المنظومة الصحية على الأقل على المدى القريب. إذا شيء طبيعي أنه الجهات المختصة تتدخل من أجل مسؤولية هذا قلناه في غير ما لقاء، وقالوا حتى الفاعلين الذين كانوا يتابعون تطورات هذا الملف، وتقدمت مجموعة من الحلول التي كان من الممكن أن تنفس الوضع وأن تعطي دينامية جديدة للإصلاح، لكن مع كامل الأسف اصطدمت هذه الاقتراحات كلها بنوع من التعنت
من الجهة الوصية على القطاعين معا، لا التربية الوطنية لا التعليم العالي ولا قطاع الصحة، بالإضافة إلى بعض الشركاء الحكوميين الذين ساهموا في إذكاء النار. فعلى كل حال الوضع لا يحتمل مزيدا من التوتر، والملف خصو يتحل. بالتالي كان من المتوقع أنه يكون تعديل. نعم. شخصية عز الدين ميداوي، يعني كيفاش تلقيتي التعيين لهذه الشخصية كبروفايل؟ عز الدين ميداوي أنا أعرفه جيدا، لأنه في الوقت اللي كنت في كتابة الدولة كان هو رئيس جامعة بن طفيل، وكان في نفس الوقت زميل في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. في نفس الوقت كان رئيس لا سي بي هذاك المنتدى ديال رؤساء الجامعات، وكان هو المنسق، بالتالي هو ولد الميدان، نعرفه جيدا، هو ابن الميدان وله قدره في تقديري على الحوار ويستمع. صحيح الوزير السابق ابعده من رئاسه الجامعه، هذا صحيح؟ لا ماشي صحيح، هذا ليس صحيحا. السي ميداوي اكمل المدة ديالو اللي كان كيترأس فيها جامعة بن طفيل، وبالتالي لم يكن هناك أي إعفاء كما راج في في في, في الصحافة. كان مرشح لاستمرار في مرشح لولاية ثانية في الجامعة. نعم. في الجامعة أعتقد أنه كان أنهى الولاية الثانية. نعم. ديالو، بالتالي ما كانش إمكان أنه أبعده، غير صحيح. لا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولكن يبدو لي ان تعيين السي عبد اللطيف السي عز الدين ميداوي في هذا المنصب ديال التعليم العالي والبحث العلمي من شأنه في تقديري ان يحدث اولا نوعا من الانفراج في الملفات التي كانت تدار بمنطقه التوتر والتعنت، خاصه ملف ديال كليه الطب، وقد استقبل الوزير خلال اليومين الماضيين الطلبه، وظهرت مؤشرات ايجابيه في البداية عن إمكانية حلحلة الوضع في انتظار دراسة الملف بالنسبة للوزير الحالي. هل سيستمر في نفس المقترح ديال الإصلاح أم سيعطي مهلة لنفسه لكي يطلع على الملف أكثر ويحيله على المسار الطبيعي والعادي اللي هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟ بالنسبة لأزمة طلبة الطب، هل هناك مؤشرات على أن الوزير الحالي بإمكانه حل هذه المشكلة؟ اللي كنعرف على السي عز الدين الميداوي هو أنه رجل إنصات ورجل حوار، وفي العديد من الملفات التي كنا نتابعها على مستوى جامعة بن طفيل يعني كان هناك حلحلة للأوضاع، وكان هناك يعني محاولة تخفيف التوترات ما أمكن والوصول إلى الحلول. هذا من حيث البروفايل. أعتقد أنه نفس هذا المنطق سيحكم تعامل الوزير مع ملف كلية الطب، ولعل الأقل هذا ما آمله وما أتوقعه، وخاصة المؤشرات الإيجابية التي صدرت عن اللقاء الذي استقبل فيه الوزير الطلبة ديال كلية الطب، وكان هناك نوع من الارتياح. فأنا أتصور على أنه يمكن الوزير يمشي في اتجاه دراسة الملف من جديد، وإمكانية إحالته على المسار ديالو الطبيعي، لأن يعني أي إصلاح كيتنظم من الناحية القانونية خصو يمشي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليبدأ الرأي بشأنه، وهناك يعني تجرى الدراسات اللازمة، وبالتالي المجلس يعطي رأيه في إصلاح ماشي سهل، هو إصلاح ديال الدراسات الطبية قبل أن يمر إلى المسطرة التشريعية. هذا الشيء طبعا هذا هو الطبيعي، بحوار وبتشارك مع طلبة مع الأساتذة اللي هم صرحوا في غير ما موقع على أنهم لم يشركوا في الإصلاح السابق، مع النقابات المعنية، وهذا الشيء غادي يأخذ شوية ديال الوقت أنا في التقدير ديالي. وبالتالي أنا أتوقع أن يؤجل يعني البت في الإصلاح على الأقل إلى الموسم القادم، وتعطى فرصة خلال هذه السنة لهذه الإجراءات وللإنصات إلى الجميع لوضع إصلاح على السكة الحقيقية وبالتشاركية اللازمة. أنا أتوقع هذا وآمل على أن يكون هذا التوجه الذي سيسير فيه الوزير لحلحلة الأوضاع
أن يكون مفتاحا لعودة الطلبة ديال الطب إلى المدرجات ديال الدراسة. بالنسبة للإصلاح الجامعي بشكل عام الذي أتى به الوزير، يعني ما مصيره في ظل التعيين المداوي؟ شوف، هو الإصلاح إذا تم تعطيره بالأطر القانونية ديالو اللي هي الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51-17، هناك معالم واضحة لإعادة إصلاح أو إعادة هيكلة التعليم العالي، ويمكن لي نجملها في ثلاثة ديال النقاط. دعك من تفاصيل الجزئية، ولكن هناك أولا الخريطة الجامعية الوطنية، وهذا مستوى غير مسبوق في الإصلاحات السابقة، بمعنى أنه خصو يكون عندنا واحد الخريطة جامعية وطنية استشرافية مستقبلية على الأقل في يعني في الخمس سنوات أو في العشر سنوات القادمة، وبالتالي ما كنبقاوش كل مرة نحط واحد مؤسسة جامعية هنا بأي منظور إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن الحكومة السابقة كانت قد بدأت هذا المشروع بتشاور مع الجهات، ووقعت اتفاقيات شراكة وتعاون مع هذه الجهات، يعني نتكلم على المستوى الترابي، وأيضا مع القطاعات الحكومية المعنية ومع وزارة المالية، ورصدت اعتمادات مهمة جدا لإحداث مجموعة من الكليات على مستوى المدن المتوسطة، وهذا هو الذي يفسر المؤشر اللي طلع هذه السنة هذه، اللي هو تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وهذا مؤشر مهم جدا. لماذا؟ لأنه تم تخفيف الضغط على المركز وتم التوجه إلى هذه المؤسسات اللي هي على مستوى الإجازة، ما عندهاش علاقة بالبحث العلمي، تم توقيفها تماما. إذن هل يمكن أن تعود هذه رصدت لها ميزانية؟ هذا هو الذي أتوقعه. لماذا؟ لأنه جامعة بن طفيل في القنيطرة صادقت على مشروعين، فهد الوزير الحالي اللي هو المشروع ديال الخميسات ومشروع ديال سيدي قاسم، ووقعت اتفاقية شراكة نواتين جامعيتين صادق عليهما مجلس جامعة بن طفيل برئاسة سي عز الدين المداوي، وباتفاق وشراكة مع مجلس الجهة لتخفيف من أجل تخفيف الضغط على المركز اللي هو القنيطرة، لأن هذه الاستراتيجية هي هذه على مستوى الخريطة الجامعية الوطنية. خرجوا واحد 27 مؤسسة جامعية، منها المدارس العليا للتربية والتكوين، منها المدرسة العليا للكيمياء اللي كانت في القنيطرة، ومؤسسات أخرى كثيرة، ولكن بقوا تقريبا واحد 34 مؤسسة أخرى تم إمضاء فيها اتفاقية شراكة وتعاون على الصعيد الوطني. خرج منها بعض المؤسسات الجامعية، لأن الوزير السابق كان يقول لنا ودي راه خصني ندير مخطط مديري، بقينا كنتظروا هذاك المخطط المديري لم يخرج لحد الساعة، ولكن فوجئنا أنه في ظل ولايته تم إخراج مؤسسات في مدن متوسطة، بحال كنتكلموا على بركان، كنتكلموا على تالودان. لا، الوزير السابق كان يقول يا ودي راه المدن المتوسطة، الميراوي عبد اللطيف الميراوي كان يقول يا ودي جامعية في بركان، وفين بركان وتالودانت، عرفوا تالودانت شكون الرئيس ديال المجلس الجامعي ديالها، وبركان سي عبد اللطيف سي وهبي وبركان كذلك. اذا أقادير، يعني إذا كان المنطق هو أن المدن المتوسطة حسب الرؤية ديال الوزير السابق ما خصهاش تكون فيها مؤسسات جامعية، لأن ما فيهاش البيئة الحاضنة للبحث العلمي وما إلى ذلك، وهذا مبرر على كل حال تم الدفع به بخصوص الموقف من المؤسسات الجامعية، وبعضها منشور في الجريدة الرسمية ورصدت له الاعتمادات المالية. قلنا ممكن يكون هذا منطق، لكن ما خرجت المؤسسات الجامعية ديال تالودانت وديال أكادير وديال بركان وهي مدن متوسطة كسائر المدن الأخرى، طرحت علامة استفهام كبيرة جدا حول إلغاء، حول تجميد ماشي إلغاء، لأن لحد الساعة هذه المؤسسات لازالت مشهورة في الجريدة الرسمية، والاعتمادات ديالها موجودة، والاتفاقيات ديال الشراكة والتعاون على مستوى الجهات أيضا موجودة. وأنا في تعقيدي في تقديري إذا الوزير الحالي مشى في اتجاه تلبية حاجيات الساكنة من حقها الطبيعي في التعليم الجامعي، خاصة الأسر المتوسطة والفقيرة اللي وليداتهم ما يمكنش يجيو للرباط من الخميسات مثلا ولا القنيطرة ولا من سيدي قاسم، وبالتالي خاصة الفتيات حتى في تونات كان تونات كان وزان، كان كذلك شفشاون، كان في واحد المعهد
من أروع ما يكون صدقت عليه الجامعة ديال العمال الاقتصادي لأول مرة في واحد نوع من الاندماج ما بين الدراسات التاريخية تراث المغربي الأندلسي والتكوين المهني في مجال يعني التراث المغربي الأندلسي الخشب والخزاف وما إلى ذلك بالإضافة إلى السياحة. يعني كان واحد المؤسسة مندمجة في واحد الفضاء من يعني هذه أحد العدد ديال المؤسسات تم المصادقة عليها في مجالس الجامعات وجات اللجنة الوطنية ديال تنسيق التعليم العالي وتم المصادقة عليها ووقعت اتفاقية شراكة وتعاون مع الجهات بشأن التمويل وعطاوا الناس عطاوا الأرض والأكثر من ذلك أنهم رصدوا ميزانية ديال المساهمة في البناء وفي التجهيز وهذا الشيء كله وقف فجأة بزعم أننا خصنا مخطط مديري. هذا هو اللي تقال في البداية ديال الولاية الحكومية لحد ساعة لم يخرج هذا المخطط المديري ولم تلغى لأن يعني هذه المؤسسة ستلغى في مجلس الحكومة بموجب مراسيم جديدة لم تلغى ولم تحدث جمدت وبالتالي ما فهموش الناس كيف تفسر يعني ها؟ أن وزير يأتي يجمد مشاريع مبرمجة ولديها ميزانية هذا هو الإشكال. أنا في تقديري الأمر يعود إلى الحكومة وليس إلى الوزير فقط لأنه رئيس الحكومة يرأس كما ذكرت مرارا واحد اللجنة تسمى لجنة تتبع تنزيل الإصلاح وفي هذه اللجنة اللي عقدت أربعة ديال اللقاءات ديال فضيل الحكومة السابقة كانوا كيحضروا الوزراء المعنيين وبالتالي كان التشاور والتشارك في كيفية تنزيل الإصلاح لأنه إصلاح منظومة التربية والتكوين البحث العلمي ليست شأنا قطاعيا ديال التعليم العالي أو التربية الوطنية. أنا ذكرت لك مثلا المؤسسة ديال الفشاون راه كان فيها الرأي ديال السياحة وديال التكوين المهني والصناعة التقليدية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا هو الجيل الجديد ديال المؤسسات المندمجة في محيطها. مع كامل الأسف هذه المؤسسات هذه كلها توقفت شيء الذي ترك نوع من الاستياء لدى الساكنة على الصعيد الوطني اللي كانوا يأملون دابا إلى سولة النواب في مختلف الأحزاب السياسية بغض النظر على أغلبية معارضة غادي يقول لك يدير الخريطة الجامعية الوطنية التي تم إنجازها وتم التقدم في تنزيلها على أرض الواقع تم تجميدها الشيء الذي خلق نوع من الاستياء لدى الساكنة. أنا أعتقد كيف مجلس المداوي باش يحل المشكل ديال كلية الطب فمن الممكن أيضا أن يستأنف العمل في هذا المشروع الذي سيترك ارتياحا كبيرا جدا في صفوف الساكنة ويضمن للطلبة خاصة الأسر المتوسطة والفقيرة حقها في التمدرس وفي التعليم الجامعي. هنا نشير لواحد النقطة اللي هي مهمة جدا في هذا السياق هذا اللي تكلمت عليه هو أن هذا الإحداث ديال هذه المؤسسات كان يندرج ضمن واحد التوجيه ملكي سامي اللي هو دخول المغرب إلى البلدان الصاعدة وكل قطاع حكومي تذكر الخطاب اللي تكلم فيه جلالة الملك على البلدان الصاعدة وطلب من كل قطاع أن يشتغل على المؤشرات ذات الصلة يعني بالمجال ديالو. احنا في التعليم العالي كنا اشتغلنا المؤشر هو أن يكون في التعليم العالي مستوى جامعي الفئة العمرية ما بين 18 و 21 سنة 45% منهم خصو يكونوا مستوى جامعي. هذا هو احنا كان عندنا واحد الهضر كبير بسبب عدم وجود مؤسسات جامعية في المدن المتوسطة. فلما مشينا في هذاك المقاربة وصلنا في ظل الحكومة السابقة إلى أكثر من 40% 41%. ولو أحدثت هذه المؤسسات أنا متأكد على أننا سنتعدى هذا الرقم وبالتالي غادي نكونوا حققنا الشرط الأساسي فيما يتعلق ب يعني هاد الفئة العمرية اللي خص يكون عندها مستوى جامعي وكنعرفوا الدور ديال الشباب في قيادة التنمية والتغيير وما إلى ذلك. في صمادي أكيد سوف نتابع يعني مع وزير الدين الميداوي طريقة تدبيره لهذه الملفات الشائكة ونتمنى أن يكون هناك لقاء آخر لمناقشة ما سيقوم به الوزير إن شاء الله. هذا احنا على كل حال مع شيء من التفاؤل فيما يتعلق بالتغيير الذي تم على صعيد وزارة التعليم العالي ولكن دائما كيبقى الإكراهات ديال المسؤول الحكومي ليست هي إكراهات رئيس جامعة أو مدبر أو ما إلى ذلك لكن التوفيق بين الأمرين في تقديري سيكون في صالح المنظومة. سي صمدي شكرا جزيلا لك. هنا متابعينا ينتهي إلى هذا اللقاء وإلى آخر.